هاي ثم هذه شنيتيكا ولا كذبت؟ لا وقيلا ماشي شنيتيكا، والله الا شنيتيكا هادي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على شنيتيكا، كصغارت وزيانت ونعم سيدي النضيدرات والقويميجة في الالوان جلابه مشات. والله شوفوا وراه ما كاينش اللي مزوج قد با، وما كاينش اللي مزوج قد با، خطبت عرف شنو خطبت. واش شو ياك الشمرات با كنورت وشنيتيكا كتعطيني الرسائل المشفره تهلات في الحاله اليوم. ما كنشوفي واخا مرات الوالد مستقبلا غادي نسمع ما شنو قلتي وغادي ننتقدك. انت ما غتفلتيش من العقابه ودي شنيتيكا، واخا مرات با مستقبليا نورت اخوتي نورت، ولكن خلينا نفرشوا واحد شويه. السلام عليكم اخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لانتم ولا الناس اللي زاد عليكم. كنتمنى المهمات ديالي خوتي خواتاتي اللايكات، والله القسم حتى كيضربوا لي القناه بالصينية قسما بالله. راه شي نهار ما نصبحش عندكم في اليوتيوب نغبر اخوتي قلبوا عليا في تيك توك ولا قلبوا عليا في شي قناه قناه بلاتا كيجيني الايميلات ديال السينيال. اعطيوني اخوتي اللايكات ديالكم ما تمشيش تقضيو عليهم وكثروا لي التعاليق. الله يرحم لكم الوالدين. غنجاوب اخوتي انتما شفتو شنيتيكا؟ واش انتما ضربتو لي على شنيتيكا ولا ما ضربتوش شنيتيكا الحاطه اليوم؟ نضيدرات في العوينات القوايميجه في الالوان مشات، ديك الجلابه الغوزيه اللي كانت كتلبس هذيك مشات مع مرحوم دفنتها ديك الجلابه. وتزني كان عام سيدي والكحل في العوينات والعكر الفاسي، اي 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 دخلك السر ديال الزواج. قالك العروسه ملي كتخطب راه كيطلع السر، هذاك الشيء اللي طالع شنيتيكا ديامات. وسيروا شوفوا لا تقولوا كذبت عليكم، والله القسم الا سمعت الخطبه السيده صافي نورت ولا كديرها بالعاليه وقال لك كتبين راه زينه. المهم شنيتيكا غادي ننتقدوك، غير واحد الخبر غادي نصرح به قبل ما ندوز لشنيتيكا، هو الحمل ديال يسرى. هي مكتوبه هنا يسرى راهي حامله، يسرى راهي حامله غتصبح ام ان شاء الله، وان شاء الله عادي الله يسهل عليها بالدريه الدريه بحالها. بغينا شي دريه بحالها او الدار عاقه. حنا الخبار جبناها خازنا عندنا الحمل زعما غنعينوك، حنا بغيناك تولدي. دابا غادي نسمعكم مرات الاب ديالي مستقبلا شنيتيكا شنو كتقول. وباقا مسكينه ما بغاش تحشم، باقي ما غيعفو عليها الله. قال لك الرقاص ما عمرو ما ينسى زيت الكتاف، باقا عاد غنروديوها من القدام عاد بشويه بشويه. ايوا شتي عبلو، شتي عبلو المسيخيط ما باغيش تزوجها، بقات تهرب ليكم، بقات تهرب ليكم من الدار، راه بقات صابره. شفت النوار والله الا صغارت شنيتيكا كنكذب عليكم، والله خوتي الا صغارت كلام الحق يتقال. صغارت وداك الوجهية تشوط من هنا ما عاد قالتلك كدير لي شي حاجة هنا. ونضيدرات اليوم قويميجة، هاي 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 تقول خدامة في الإدارة شنيتيكا، مبقاتش خدامة في اليوتيوب كدير محتوى. وتبارك الله على مرات الوالد، تبارك الله عليك. شوفي الوالد قال لك استمري، راه كيتفرج فيك وكيدعمك وكيدير اللايكات. دابا غندوزو نسمعو واش كتقول. لينا وليكم وللمسلمين أجمعين، إيوا كيف بقيتو؟ الله يبارك فيك. أول قبل ما ننسى، إيه أول ما نقول أش غتقولي؟ صراحة بغيت نشكركم، ولكن والله الا الشكر قليل عليكم. ودي شنيتيكا حنا ما درنا والو، ودي شنيتيك حنا عخطبناك اش درنا؟ شو والله الا بقات كتكتبوا لها التعاليق، شوفوا هجموا عليها في التعاليق، قول لها راه ياسين خطبك، هجموا عليها قول لها ياسين فلوق يخطبك لبواه، ياسين فلوق يخطبك لبواه. خليو السيدة تقبل اخوتي، هجموا عليها في التعاليق، قول لها هجموا على القنوات ديالهم كلهم. شوفوا هاد الدعاية بغيتها تطلق، ياسين خاطب لبواه اللي دار لنا شي عريس. للناس اللي كيشجعوني وكيشكروني، شجعوني يا مرات با، الناس بزاف 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 اللي جايين مع الحق كيعترفوا بالحق لان الحق لا يعلى عليه. صافي دابا دويتي هاي هو، اسمع عبلو هاي جاوبت قالت لك شكرا الناس اللي كيدعموني واللي كيساندوا الحق. الحق هو الزواج، الحق هو الخطبه ديالها، عطي لامك اتساع المسخوط خليها تزوج. كم بزاف بزاف شكرا على الكومنتار الزوينين ديالكم، داك تخطبتي اللطف ديالكم، ولكن كيعبر على التربيه ديالكم وعلى قلبكم. هادشي كله التربيه اللي كتخدم، فعلا التربيه اللي كتبان، هادشي اللي كاين. وغادي تقولوا لي خالتي امينه صبحتي بالنضادر، اي تبارك الله تبارك الله على النويويره ديالنا صافحه بالنضيدرات اليوم والقويمي جاو الالوان. كملي النضادر كما قلت لكم انا كنديرهم غير ملي كنبغي نقي الجنجلان ولا عديسه ولا شي حاجه هكا لي دقيقه ولا الكامون. شوف راه ماشي ما كتشوفش، تبقاو تعيبوا عليا تقول لي لا غتزوج باك بوحده ما كتشوفش ولا هادي وشرفت. انت كتبغي تنقي الزنجلان وتنقي الكامون وتنقي بوكليب الكحل كدير النضادر، ولكن دابا علاش درتهم؟ باش كيبان لي ديك الكرونو اللي كيحسب الدقائق، باش كيبان لي كنعرف راسي فين غاديه. لحقاش والو ما كيبان ليش ديك الكرونو ابدا ابدا ملي ما درتش النضادر. هادشي اللي كاين
هذا هو السبب، يعني غير غنسالي معكم الفيديو غادي نحيدهم، ما كنقدرش نبقى بهم تيجيو هكا 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 الله يخليك. درت هكا لان انا حركيه بزاف ما تنقلش. هاي 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 لا حركيه هكا وليدي، واش قلت لكم؟ واسمع عبلو اللي كتقول لي امي مراه كبيره خليها عليك، حركيه حركيه السيده خليها تعيش شبابها، عيشي عيشي راه كاينه موت وحده في الدنيا اللي مات الله يرحمه، عيشي حياتك ودي شتيتيكا. كنت خاف الصراحه، ولا كنت هكا جالسه كنشوف شي حاجه معليش يعني غادي غير سالي غنحيدهم هكا. واخا فايت شريت النظاظر ديال القرب وبغيت زعما نستعمر ما قديتش عليهم، ما قديتش عاوتاني كنعاين ان شاء الله الرحمن الرحيم يخرج يوسف ولدي. وعاود انت كتقدي على سعاد، ما تقدي على النظاظر، ما تقدي على واحد، ولكن سعاد كتقدي عليها. نمشي نشوف طبيب واحد اخر ونشوف يخرج لي شي نظاظر. لا 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 شنيتيكا شنيتيكا خسرتي في هادي، تا يخرج ولدي عاد نمشي انا نشوف نظاظر. با اش كيدير؟ اش كيدير الوالد؟ واش كندير انا اللي ربيبك؟ ما نشريش لك نظاظر نديك ندوز لك شنيتيكا، حشومه عليك ما دارش فيها ما يصلح. نتسناو حنا تا يخرج ولدك تسناو تيسير، وقال لك تيتزاد وسميه سعيد، تيزيد وسميه سعيد، نتسناو حنا تا يخرج ولدك ويديك يدوز لك وربيبك كاين. شنيتيكا ما بقايش ترقعي ارتاح فيهم بالحركه بالخروج بالدخول، دابا كندور وجهي غير هكا ولا هكا كتجيني الدوخه. المهم ما علينا، هذا الشيء بغيت غير ما نخليكمش كتسالوا خالتي امينه النظاظر علاش كيفاش هذا، شرحت لكم كيفاش، شرحت لكم الشيء اللي كاين. اما موضوع اليوم هو الموضوع ديال اسيا بنتي. ما تجبدهاش عليا اسيا بنتي، ملي دارت القناه مسكينه ما طلع لها الزهر الحمد لله. عرفتي اش شنيتيكا؟ وانا غنبك نصيحه، راه شوفي قال لك ما ينصحك عليه عزيز عليك، وانت عزيزه عليا ومستقبلا مرات الاب، ونبغيك النصيحه. راه قناتها ما طلعتش لانك تضرب في الشرف ديال سعاد، لانك تعدي على سعاد وكتظلم سعاد، وحنا كنشوفوا القنوات اللي كيضربوا في سعاد، راه كانت لها مشاهده الله يستر بك سميتو. شختك هي مشات لها دابا القناه، مشات لها الارباح بنتك هادي، علاش؟ بذنوب سعاد، بسبب سعاد مابقاش توقرها، باقا كضرب في سعاد، والمشكله دابا جات لقناتك انتي، وانا كنبك اودي شنيتيكا، ما تخرجيش تبكي وتقولي يا ترى العقيبه الله ياخذ الحق، يا ترى العقيبه الله ياخذ الحق، حنا من دابا كنبهوك، راه غيداروا فيديوهات في قناتك ديال بنتك كتسب سعاد، اقسم بالله تا غتشرش من تي بلاصه بنتك، لانك انت اللي مسؤول على القناه، ولا كانت سعاد بغات دير شي متابعه لبنتك راه غتابعي حتى انت ودي شنيتيك دوك الفيديوهات اللي كتحطي على سعاد في قناتك، حيت انت اللي مسؤول على القناه ديالك، ما كاينش فيديو ديال فلان وديال فلانه، بنتك كتعير في سعاد وانت حاطاها في القناه ديالك، يعني غتحملي انت المسؤوليه ديالك، وغنشتفوا عليك مزيانه ودي شنيتيكا، الى حطيتي شي واحد كيعير سعاد عندك في القناه. بقات خدامه عليها حتى توجدت لها. خدامه عليها كانت كتضرب الدار والفاس، قالت لك بقات خدامه على توجدتها، فاش خدمت عليها؟ في الظرف في شرف سعاد مسكينه، كان عندها واحد الخطا ولا عاوتاني قالوا لها عاودي ندوز سعاد، ولات عاودت لحد داك الخطا وبقات خدامه مزيان، عاطينها الاشهار عاطينها كل شيء، خدامه مزيان كما القناه ديال الناس خدامه تبارك الله الدريعه. انا شفتي بلاتي سكتي بلاتي سكت لك الحس، انا شفتها خدامه تبارك الله، شي اختها في افتخر خدامه الدريعه تبارك الله اخوتي، الصراحه الحلاوي اللي كدير دخل القناه تشوف المحتوى كيدير عندها، خدامه بالمعقول خدامه تبارك الله، ما كاين عا فيديوهات على السعاد، فيديوهات على السعاد محتوى زوين، عندك حق شنيتي. قال راه الشهر وعاد صيفطوا لها وقالوا لها ما بقاش كيعطيوها الاشهار وراه غادي توقفي على الخلاص. سكينه دابا هاد دابا هاد توقفي على الخلاص، ما عرفناش حتى شنو السبب. السبب انا نقول حنا اصلا انا نجاوبك اودي شنيتي، كان علي حوجك ربيبك غادي يجاوبك، ربيبك العزيز غادي يجاوبك. وقفوا لها الارباح لانها كتضرب في السعاد وكتشف الشرف ديال السعاد وكتعاير السعاد، الذنوب ديال السعاد ذكر الناموسه والباشا حمول، وقفوا لها الارباح. ماعرفوش ماعرفناش شنو السبب، وخا عيات ما تسول وعيات ما تسقسي ما وصلتش لشي حل. ما عمرها وصلت لشي حل. وانت انت دابا غنشوفك صافي سكتي 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 ربما كيقولوا لي يهضروا بزاف. اشنيتيكا نصيحه شنيتيكا غنصحك قدام هاد الناس، الوالد ديالي ما كيبغيش الهضره بزاف، سنقتي من الهضره بزاف، سكتي سكتي. قالت لك ما عرفوش السبب علاش وطار الارباح. وهذه شوفي قناتك تنتي راه غصلي على صلاه الجنازه، اذا بقيت بنتك كتضرب سعاد عندك وتحطي الفيديوهات تما، راه الذنوب ديال سعاد غادي يخرجوا فيكم. انا كنقول لك حق الله العظيم شحال واحد مشات لي قناه وشحال واحد طاحت المشاهده بسبب سعاد، سيري تكمشي اودي شنيتيكا،
سيري يا ودي كوني تحشمي شنيتيكا، يا ودي كوني تحشمي شنيتيكا، راه ماشي خطبنا غدا الدصري. وفاء الله الا خيرت خوتي خرجت منوره، كذب عليكم صغار شنيتيكا 20 عام صغار الله، هي 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 وانا كلشي على خديدات حمراء انا خوتي والعوينات هكا شنيتيكا ولا دير تبان صغار من السريعه، والله الا تبان صغار من السريعه. طلقوا امي جا اليوم شوفي اميمه، دابا باش نبقى انا خاصني نقول لها، نبقى نقول لها اميمه شنيتيكا حيت مرات الاب راه عليا بالاحترام. ايوا ان شاء الله ما يكون غير الخير. شوفي انا نبهتك والله الا درت هذا الفيديو بالضحك باش نوجه لك رساله، راه حطيتي بنتك كضرب في سعاد في القناه ديالك راه غتشرشمي، ما يخرج داك الساعه بلو يدافع عليك ويقول لي لا امي تما امي تما امي، ديك الهضره ديالو ديال الكيلو. اين فوا تحط بنتك كضرب تما غتشرشمو بجوج، لا انت لا صاحب، لا اللي حاط الفيديو لا صاحب القناه، هادشي اللي كاين، هذا هو السياسه ديالنا. المهم اخوتي العزيز هو لا فيديو الى فيديو قادم ان شاء الله، تحياتي لكم ومبروك الحمل مره اخرى العسره، تحياتي لكم اخوتي العزيز.